السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم السبانش بطريقه مبسطه وناجحه. كيجي خفيف بزاف. غادي نحتاجوا في المقادير ملعقه كبيره من خميره الخبز، ملعقه كبيره من السكر، القليل من الملح، ماء دافئ للعجن، بيضه واحده، كاس من الحليب الدافئ. البيضه والحليب كيبقاو اختياريين. 8 غرام من الخميره الخاصه بالحلويات و 500 غرام من الدقيق الابيض الفورس. نبداو على بركة الله. في القصرية أو في العجانة كنديرو الدقيق المنخول، كنضيفو عليه 8 غرام من الخميرة الخاصة بالحلويات، كنضيفو البيضة، بيضة واحدة تكون صغيرة الحجم. بالنسبة للإضافات اللي ضفنا في هاد السفنج، في البيضة والحليب كيعطيو واحد النكهة رائعة لهاد السفنج هذا. غنضيفو الخميرة مع السكر، خلطناها بالقليل من الماء الدافئ أو الحليب الدافئ. غادي نضيفو هذاك الكاس ديال الحليب، غادي نضيفو الملح حسب الذوق. الان غادي نخلطو الكل بالاطراف ديال الاصابع. بعد غادي نبداو نضيفو في الماء الدافئ وحنا كنخلطو حتى كيتجمع العجين. بعد ما كيتجمع العجين كنستمرو في اضافه الماء وحنا كنعجنوه، يعني كندلكوه على هذا الشكل. حنا كنضيفو الماء وحنا كندلكو حتى كنحصلو على واحد العجين اللي كيكون خفيف. العجينه كتكون مطلوقه يعني خفيفه جدا بهذا الشكل هذا، ماشي جاريه، ما كنكتروش الماء بزاف، فقط كنحصلوا على عجينه اللي كتكون رخوه جدا. كنغطيوها ببلاستيك غذائي، من بعد كنغطيوها بشي ثوب من الفوق وكنحطوها في المطبخ، كنخليوها حتى كتخمر وكيضاعف الحجم ديالها تقريبا لمدة ديال نصف ساعة أو حسب الجو. الآن بعد اختمار العجين كنزولو منه الهواء اللي كيكون بالداخل بهذا الشكل هذا، كنعاودو نغطيوه بالبلاستيك الغذائي وكنديرو له ثوب من الفوق كنغطيوه وكنخليوها كتخمر للمرة الثانية. كنقومو بهذه العملية هذه لمدة ديال 3 حتى 4 مرات، كنحصلو على واحد العجين اللي كيكون بهذا الشكل هذا، كيكون خفيف جدا. اخر مره ما كنزولوش منها الهواء، كنخليوها كما هي وكتشكلوها على شكل كويرات بهذا الحجم هذا. كندهنوا اليدين ديالنا بالقليل من الماء وكنشكلوا كويرات متوسطه الحجم سواء حسب الحجم ديال السفنج اللي بغيتو. الان كنديروا الزيت في مقلاه كيسخن وكنميلوا المقلاه، يعني جهه فيها الزيت كثير وجهه فيها الزيت كيكون قليل شويه. كنحطوا القطعه ديال الاسفنج ديالنا في الجهه اللي فيها الزيت قليل حتى كتبدا تنتفخ، عاد كنزيدوها للجهه اللي كتكون فيها الزيت كثيره، كنخليوها حتى كطيب وكيتحمر. وكنحطهم فوق ورق النشاف او فوق شبكه كيتسقطروا من الزيت، والنار هنا كتكون متوسطه حتى كيطيب. وكنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوا، وكيكون هذا هو الشكل النهائي للسفنج ديالنا اللي حضرنا اليوم. كيجي مقرمش وكيجي رطب بزاف وخفيف، والمذاق ديالو كيجي بنين. غادي نفتح لكم وحده باش تشوفوه من الداخل، كيجي رائع جدا وما فيه شي مجهود او شي تقنيه اللي هي كثيره. مقلاه واحده كنحصلوا على نفس النتيجه. كنتمنى يعجبكم، ما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا في القناه.